مشاهدينا الكرام مساعدتم صباحا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية، انطلقت قبل قليل بالجزائر أشغال الدورة العاشرة للجنة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وخارجها لمتابعة اتفاق خفض إنتاج النفط لدول أوبك وخارجها ولبحث آفاق استعادة توازن السوق واستقرار السوق النفطية. كما يصادف هذا الاجتماع الذكرى الثانية لاتفاق الجزائر التاريخي سنة 2016. وقبيل افتتاح الأشغال استقبل وزير الطاقة مصطفى جيتوني وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك. من جانبه، أكد وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أن الاجتماع يهدف إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في السوق النفطية. فاعلين خير أن الاجتماع القادم نصل إلى صيغة توافقية لانضمام هذه الدول، ولكن الى الان الشراكه تستمر 2019 واكثر ان شاء الله، اكثر من 2019. هذا وسيتم خلال الاجتماع تكريم رئيس الجمهوريه السيد عبد العزيز بوتفليقه بمناسبه الذكرى الثانيه لاتفاق الجزائر التاريخي، نظير جهوده في دعم وتحقيق التوازن بين الشركاء واستقرار السوق النفطيه. ورقه في الموضوع لمنيا احمد حراشه. مسيرة أكثر من نصف قرن من الزمن قطعها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يرافق من كل المنابر دفاعا عن الشعوب المستضعفة والمضطهدة وحقوقها في السيادة على أوطانها وثرواتها. في الأوبك الرسالة كانت واضحة وقوية منذ البداية، والهدف كان توحيد الصفوف بين الدول المصدرة للنفط ضماناً لحقها في ملكية ثرواتها وعائدات تسمح لها بتنمية أوطانها ورفاهية شعوبها. Une telle situation ne peut évidemment se perpétuer sans que notre organisation ne prenne les mesures qui s'imposent pour protéger les intérêts de ses membres. وقتها كان الرئيس بوتفليقة رئيساً لدبلوماسية الجزائر التي تمكنت رغم حداثة عهدها بالأوبك أن تجمع ملوك ورؤساء المنظمة في أول قمة للمنظمة بعد 15 عاماً عن تأسيسها. Présent réunion a pour mandat de préparer la première conférence des chefs d'État des pays membres de l'OPEP donne à nos travaux une importance de caractère et de portée historique. Mais à l'avantage de l'humanité. توحيد الصفوف من أجل صالح الدول المنتجة والمستهلكة والإنسانية جمعاء، الحوار، التشاور، مبادئ تأسست عليها الأوبك وكانت عقيدة بالنسبة للرئيس بوتفليقة. Notre organisation doit continuer de jouer son rôle en faveur de la justice, en faveur de la stabilité dans les relations internationales. Dans les rapports avec les pays consommateurs, nous devons renforcer son action en direction des pays les moins développés, auxquels nous devons en toutes circonstances manifester notre solidarité effective et fraternelle. من قمة كاراكاس إلى قمة الرياض إلى اجتماع وهران، التحديات تغيرت لكن الخطاب والالتزام بقيا ثابتين. ولماذا الاستمرار في إغراق السوق بكميات من النفط الخام لا تجد من يبتاعها؟ وبالفعل
توصلت الأوبك بوهران برئاسة الجزائر إلى تسقيف إنتاجها في خطوة اعتبرت المنعطف الثاني في تاريخ المنظمة من توقيع الجزائر، بعد تحركات دبلوماسية كبيرة قادها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وتوالت نجاحات الجزائر الدبلوماسية بعدها ليتحقق الاتفاق التاريخي في الجزائر في مثل هذا الشهر من العام 2016، اتفاق خفض الإنتاج الذي أعاد الأوبك من بعيد إلى مكانتها في السوق العالمية. أشكر الشكر الجزيل فخامة الرئيس الجزائري الذي أتاح لنا هذه الفرصة التاريخية في العزيزة الجزائر، كل الشكر إلى فخامة الرئيس وإلى الجزائر حكومة وشعبا. باسم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، يشرف اليوم الفريق أحمد قيد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يشرف على مراسم تنصيب اللواء مصطفى اسماعيلي قائدا للناحية العسكرية الثالثة ببشار خلفا للواء سعيد شنقريحة الذي عين قائدا للقوات البرية. هذا وشرع أمسي الفريق أحمد قيد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي شرع في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار، وفي لقائه بقيادة وأركان الناحية العسكرية الثالثة جدد سيد الفريق التذكير بالمهام العظيمة الموكلة لوحدات الجيش الوطني الشعبي من خلال التطبيق الصارم لبرامج التحضير القتالي المتكيف مع طبيعة هذه المهام، مؤكدا أن القدرة على حماية الجزائر من أي خطر كان تقتضي العمل باستمرار على اكتساب أعلى درجات الجاهزية القتالية والعملياتية وأعلى درجات الإيمان بحسن أداء المهام الموكلة. يشارك غدا وزير وشؤون الخارجية عبد القادر مساهل على رأس وفد هام في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك تحت شعار جعل الأمم المتحدة منظمة للجميع وقوة دولية مبنية على مسؤوليات لخدمة مجتمعات مسالمة متساوية ومستدامة. وزير الشؤون الخارجية سيشارك في عدة فعاليات منها الحوار الشامل في قمة نيلسون مونديلا من أجل السلم والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، كما سيحضر عدة لقاءات رفيعة المستوى حول ملف مالي والساحل وكذا فلسطين وأجندة خاصة بالشباب، إضافة إلى اليوم العالمي من أجل الحد من السلاح النووي وتمويل برامج التنمية المستدامة حتى 2030. مسهل سيشارك مع نظرائه في عدة اجتماعات وزارية من أجل التنسيق في إطار المنظمات والهيئات التي تعتبر الجزائر عضوا فيها، لا سيما حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة 77 زائد الصين والجامعة العربية. كما سيشارك وزير وشؤون الخارجية في اجتماع وزاري للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب يوم 26 سبتمبر الجاري. وعلى هامش هذه الدورة الأممية سيلتقي وزير وشؤون الخارجية عبد القادر مساهل برئيس الجمعية العامة ماريا فرناندا إسبينوزا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وعدد من رؤساء البعثات لبحث قضايا ثنائية ودولية ذات الاهتمام المشترك. وبالعودة إلى أشغال الدورة العاشرة للجنة الوزارية المشتركة لمنظمة الأوبك وخارجها، ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يلتحق بنا على المباشر من فندق الأورسي بالعاصمة الزميل حمزة أحمد بالقسام. حمزة، ما هي أهم النقاط والمحاور التي تناولها المجتمعون في جلسة الافتتاح؟
نعم زميلتي، إذا افتتح أشرف وزير الطاقة الجزائري مصطفى جيتوني على افتتاح أشغال هذه الدورة، حيث أكد في الافتتاح على دور الجزائر في استمرار استقرار السوق العالمية للنفط، داعيا دول أعضاء أوبك وغير أوبك في ضرورة الاستمرار في الحوار من أجل استقرار الأسعار. وزير الطاقة السعودي خالد فالح وهو رئيس هذه اللجنة الوزارية أكد أيضا على ضرورة الاستمرار على هذا المنوال من أجل الحفاظ على استقرار السوق العالمية، كما دعا إلى ضرورة تقديم عروض كافية من النفط في السوق العالمية، وذلك لتجنب الأخطاء على حسب ما قال لتجنب الأشغال. في نفس الوقت دعا إلى ضرورة الحوار بين دول أوبك وغير أوبك وكذا مع المستهلكين، وهذا من أجل الحفاظ على استقرار السوق النفطية، كما أشاد في الأخير على دور الجزائر في الحفاظ على هذا الاستقرار. وزير الطاقة الروسي أيضا ألكسندر نوفاك دعا إلى ضرورة التفكير في تطوير اتفاق الجزائر وتعزيزه من أجل استقرار دائم للسوق النفطية، مع الحفاظ على الحوار مع بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك من أجل مواجهة أي تذبذبات في السوق العالمية. المشاركون أيضا دعوا إلى ضرورة إقامة ميثاق يعزز اتفاق الجزائر ويعزز استمرار اتفاق الجزائر، لأن اتفاق الجزائر أوبك المتفق عليه في 2016 سينتهي نهاية هذه السنة. كما سيكون في برنامج اليوم تكريم لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من قبل أعضاء أوبك، وهذا نظير جهوده من أجل وصول دول أوبك إلى اتفاق تاريخي ينص على خفض وكبح الإنتاج، حيث تم خفض الإنتاج ب 1.8 مليون برميل، وهو ما سامح بارتفاع أسعار النفط. هذا وسنوفيكم بمختلف التفاصيل خلال نشراتنا القادمة إن شاء الله. وكذلك حمزة بالقسام، شكرا لك على هذه المعطيات. في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، الموعد اليوم مع الدخول المهني الجديد دورة سبتمبر التي سخرت لها كل الإمكانات اللازمة بغية إنجاح الإصلاحات النوعية التي باشرها القطاع، دورة ستميزها عروض موسعة للتكوين كثمرة للشراكة مع القطاع الاقتصادي، والتي شملتها لأول مرة المدونة الوطنية الجديدة للشعب والتخصصات المهنية، تقول سناء بلقصبات. 1295 مؤسسة تكوينية وتمهينية، من بينها 40 مؤسسة جديدة، ستفتح أبوابها أمام طالبي التكوين والتمهين عبر كامل التراب الوطني. دورة سبتمبر 2018 ستتميز بتنوع عروض التكوين تماشيا مع استراتيجية الحكومة في مجال ملائمة التكوين مع متطلبات المؤسسات الاقتصادية وسوق الشغل. في كل ولاية كاين لجنة شراكة مكونة متعاملين اقتصاديين أساسيين ليعبروا على الاحتياجات تاعهم وينظروا في عروض التكوين وينجزوا يعني بشراكة خريطة التكوين على ميدان المحلي. دائما وتجسيدا لبرنامج الشراكة مع القطاع الاقتصادي، تم إدراج تخصصات إضافية ضمن المدونة الوطنية للشعب والتخصصات لتبلغ 440 تخصصا، من بين 478 مقترحا، منهم 29 جديدا يشمل الشعب المهنية 23 المتوجة بشهادات دولة. كما تعتمد سياسة القطاع على أعداد المؤطرين والمكونين، والذي بلغ عددهم 28 ألف أستاذ مكون ومؤطر، مع توفير برنامج توظيف 2000 مكون ومؤطر جديد قبل ديسمبر المقبل. لشراكة عدة أهداف: أولاً تحديد الاحتياجات والتأهيلات اللازمة واللي تسمح قطاع التكوين باش يدرها كعروض تكوين. ثانياً هو يسمح إدماج قطاع الاقتصادي في تنمية التكوين عبر التمهين، يعني استقبال متمهنين داخل مؤسسات، لأن نمط التمهين هو الأفضل ليخلي يعني الشباب يندمجوا بسرعة في الميدان.
كل الإمكانات المادية والمعنوية مسخرة بغية إنجاح الإصلاحات النوعية للقطاع من أجل تكوين دي نوعية عالية يتماشى واحتياجات عالم الشغل مع تجديد المناهج والعتاد التقني والبيداغوجي، فضلا عن مسار التكوين الجديد الذي يشجع روح المبادرة لدى الشباب. في قطاع السكن تم بولاية غليزان توزيع 310 وحدات سكنية من صيغة الترقوية المدعم و500 مقرر استفادة من إعانة للبناء الريفي تخص عدة بلديات خضر الشيكر. في حفل بهيج بولاية غليزان استلم 500 مستفيد من مقررة إعانة ريفية و310 آخرون من مفاتيح سكنتهم الجديدة بصيغة الترقوي المدعم. عندنا 100 وحدة سكنية على مستوى بلدية مديونة بدائرة سيدي محمد بن علي، وعندنا 180 وحدة سكنية على مستوى بلدية بن داود دائرة غليزان، كما عندنا 30 وحدة سكنية في بلدية عم موسى دائرة عم موسى. احنا سكان الريف يعني هذه تعاوننا باش نبنوا سكنات لائقة لأبنائنا ويكونوا في رفاهية تامة إن شاء الله. طبعا أنا مستفيدة من السكنات، راني فرحانة اليوم ديت لك اللي تاعي ومبروك على الجميع. ورانا قارعنا نهار على نهار الحمد لله على كل حال، في نهاية المطاف استفادينا على كل حال. المهم إن شاء الله نتمنى اللي مازال ما استفادش إن شاء الله يستفاد إن شاء الله في أقرب وقت. وتأتي هذه العملية في سياق البرنامج الإسكاني الكبير الذي تعرفه الولاية من أجل تلبية الطلب المتزايد على السكن في مختلف صياغه. ولاية غليزان وزعت لحد الآن 2270 مفتاح لمستفيدي هذا من هذا النوع من البرامج، والسكن الاجتماعي العمومي لنصل إلى 4500 حصة إضافية نضيفها إلى 12650 بتقدير آخر التي وزعت خلال هذه السنة. 1138 وحدة سكنية من ذات النمط هي في طور الإنجاز بوتيرة أشغال متفاوتة، سيوزع منها 500 وحدة قبل نهاية السنة الجارية. دوليا جددت كتابة الدولة الأمريكية دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ولجهود المبعوث الأممي هورست كوهلر الذي يسعى إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين جبهة البوليزاريو والمغرب. وأكدت كتابة الدولة الأمريكية أنها تدعم المسار الدبلوماسي للأمم المتحدة وجهودها من أجل التوصل إلى حل للنزاع مقبول من قبل الطرفين، ويأخذ بعين الاعتبار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيرها. في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 13 فلسطينيا في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة خلال حملات اقتحام ومداهمة. إلى ذلك أصيب فلسطينيان على الأقل في قصف جوي لطائرة بدون طيار تابعة لقوة الاحتلال الإسرائيلي مستهدفة شرق بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، كما أصيب آخرون بالرصاص الحي على مقربة من السياج الحدودي شرقي القطاع. في تنزانيا هلك ما لا يقل عن 218 شخصا في غرق لعبارة جنوب بحيرة فيكتوريا، ولم تتمكن فرق الإنقاذ من انتشال أحياء في هذه الكارثة عدا شخص واحد من أصل 100 ركاب الذين قضوا في هذا الحادث. رياضة، يواجه اليوم اتحاد الجزائر نادي البورسعيدي المصري بملعب 8 ماي بسطيف لحساب إياب الدور الربع النهائي لمنافسة كأس الكاف. هذا كانت مباراة الذهاب التي جرت بملعب بورسعيد بمصر قد انتهت بفوز النادي المصري بهدف دون مقابل. هذا ويمكنكم متابعة المباراة مباشرة على القناة الأرضية على الساعة 8، وعليه ستأتيكم نشرة 8 استثناء على الساعة 7:30. حظ موفق لاتحاد الجزائر.
كرويا دائما واستكمالا لمباريات الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، فاز أمس فريق دفاع تجنانت على شبيبة الثورة بهدف دون رد، في حين انتهى لقاء نصر حسين داي اتحاد بالعباس بالتعادل 0-0، في حين فازت مولودية وهران على مولودية الجزائر بنتيجة 4-3. عمر جمعي في هذه الورقة. بخطى ثابتة يواصل فريق شبيبة القبائل تقديم عروضه القوية ليحقق فوزه الرابع هذا الموسم، بعدما أطاح هذه المرة بالجريح شباب الوزداد، ليتربع الكناري على عرش الريادة مبقيا الشباب في ذيل الترتيب. من جهته اتحاد الجزائر ضرب بالقوة الثالثة بعدما أطاح بأمل عين مليلة ليحتل الوصفة، وبمباراتين متأخرتين مع شباب قسنطينة الفائز هو الآخر على أكاديمية بارادو بثنائية دون رد. ليبقى أبناء عمراني على مقربة من الرائد فيما يتكبد الباك الانهزام الثاني منذ بداية الموسم. أهلي البرج وبعد العودة بالزاد كاملا من الثورة ظن الجميع أن الفريق في السكة الصحيحة، لكن حدث العكس وفرض الضيف مولودية بجاية التعادل الإيجابي عليه، ليبقى الأهلي بفوز واحد وأربع تعادلات إلى حد الآن. وبالتعادل أيضا انتهى لقاء نصر حسين داي واتحاد بالعباس كما بدأ، لتفوت النصرية على نفسها فرصة تقليص الفارق على الرائد. الخاسر الآخر في هذه الجولة شبيبة الثورة التي تكبدت الانهزام الثالث على التوالي، هذه المرة أمام تجنانت الذي دافع بقوة على إبقاء النقاط الثلاث داخل الديار. قمة المولوديتين الوهرانية والعاصمية حسمها الحمراوة لصالحهم لينهزم أشبال صيفي للمرة الثانية على التوالي في لقاء شهد تسجيل 7 أهداف، 4 منها لأبناء وهران. ونختم بالفن، حيث عرض أمس الفنان والتشكيلي خريج معهد الفنون الجميلة مصطفى أجعوط لوحاته الفنية بقصر الثقافة عن التلفزيون وهبة مسوجة. لوحات فنية رائعة الجمال للفنان التشكيلي مصطفى أجعوط، حكاية غير منتهية مع الطبيعة. هذا المعرض يضم حوالي 70 لوحة، يعني المواضيع نتاعي هي خاصة على الأرض، على الثورة والأمثال الشعبية. المعرض حضره جمهور متعطش للفن التشكيلي. من المهتمين بالفن التصغيري والمنمنمات، وبالأخص الفنان أجعوط مصطفى. جينا من ولاية أضرار إن شاء الله، مهتمين بهذه المنمنمات. هذا الفن أصيل، فن جميل جدا، فن راقي، حتى اللي يشوفوا إن شاء الله من بعيد يبان لك باللي لو كانت قرب لحدا ما تفهموش، بصح كي تتمعن معاه وتشوف النظرة نتاعو ما شاء الله فن فريمون رائع. اللوحة ذات الإبريق هي لوحة صح، ما اللي يشوفها أول مرة ما راحش يعطيها معنى ويقول هذه لوحة يعني حاجة طبيعية، بس هي عندها معنى كبير وعندها روح وعندها أصالة. وقد سافر الفنان بأعماله الفنية الراقية إلى عدة بلدان من بينها سوريا، لبنان، تونس، ودبي وغيرها. بالفن نطوي أورقنا الإخبارية، وللتواصل معنا عناويننا الإلكترونية تبقى دائما في الخدمة. شكرا لكم على المتابعة، فيما يلي حصاد الصحف.